تيفي، عيش الخبر أينما كنت. زيارة تاريخية حفرت في سجلات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، زيارة حضر فيها فريق برشلونة الإسباني بكامل نجومه إلى فلسطين، بدأها من مدينة بيت لحم ثم توجه إلى استاد دور الدولي وأقام هناك نشاطا تدريبيا بمشاركة مجموعة من الأطفال الفلسطينيين لأول مرة في التاريخ. فأنا شايف أنه فعلا الرياضة وزيارة برشلونة لفلسطين وإظهار الجانب الحضاري والجانب السياسي والجانب التاريخي للقدس والجانب التاريخي لرام الله والجانب التاريخي لدورة وحيفة وكل أرض فلسطين، فأنا بعتبر أن دي رسالة قوية جدا للعالم أن الأرض دي أرض فلسطين. أول مرة فريق بحجم برشلونة يلعب في الأراضي الفلسطينية، ده كسر للحصار اللي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية. إلفا فلسطين الحبيبة نغلى الوطن يا رب. احتفالية رياضية جماهيرية عاشها استاد دورة، حيث احتشد أكثر من 25 ألف شخص على المدرجات استعدادا لرؤية فريقهم المفضل على أرض الملعب لأول مرة، احتفالية امتزجت فيها جميع المرافق والعناصر للخروج من الحدث على أكمل وجه ورسم الابتسامة على وجوه كل من حضر. أول شيء أنا ما عمري فكرت أني ممكن أشوفهم، يعني آخر شيء ممكن على التلفزيون بس، الحمد لله تقريبا حلم الحمد لله. يوم أشوفهم بفرح، كل قلبي بفرح، يعني من هان بفتح فتح بفرح. أنا جاي من عمان، من عمان الغربي من أم أثينا، جاي عشان أحضر المباراة وجاي يعني أشوف اللعيبة وأشوف عساف كمان. نجوم الفريق الكتالوني وعلى رأسهم أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي استعرضوا مهاراتهم أمام الجماهير وقدموا النصيحة والإرشاد لأطفال في بداية مسيرتهم الكروية ورسموا لوحة رياضية جميلة ورسالة بأن الرياضة الفلسطينية تسير على المسار الصحيح. حصة تدريبية أقامها نجوم فريق برشلونة الإسباني في الأراضي الفلسطينية، حصة أدخلت البهجة والسرور على مشجعي كرة القدم وأكدت على قدرة الاتحاد الفلسطيني على تنظيم بطولات عالمية خلال الأيام القادمة رغم معيقات الاحتلال الإسرائيلي. لتلفزيون القدس، محمد العدم، استاد دورة، جنوب الخليل. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.